السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بونجور موند. أهلا بكل الناس معكم مسيو هاني عياش من قناة تعلم اللغة الفرنسية على اليوتيوب آه إن شاء الله آه هنكمل مع بعض منهج الصف الأول الثانوي للغة الفرنسية لعام 2022-2023 بالنظام الجديد في الحصه اللي فاتت اخذنا مقدمه عامه على اللغه الفرنسيه واخذنا كل صوتيات اللغه الفرنسيه ويا يعني اللي مذاكرهاش يذاكرها كويس وان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتير وفي صندوق الوصف عشان ترجعوا لها لو حد لسه ما شافش الفيديو اللي فات لان الفيديو اللي فات مهم جدا 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 علشان الصوتيات والتاسيس والنطق يكون كويس النهارده ان شاء الله معانا لسون الدرس الاول كاملا هشرح الدرس الاول كله كاملا والدرس ده بيتكلم عن سو بريزونتي سبريزونتي معناها تقديم النفس هناخد ايه في اللي ده هناخد الاعداد من زيرو لغايه 50 من صفر لغايه 50 هناخد الكولور كلها الالوان هناخد الفيمينا ديز زاديكتيف دي, دي كولور هناخد سو بريزونتي اللي هو تقديم النفس وهناخد برضو اسئله الاستفهام كومون و او وكي وهناخد الضمائر التوكيديه وزي ما قلت لكم ان شاء الله الفيديو هيكون طويل شويه آه زي ما قلت لكم قبل كده ممكن نعمل فواصل بين كل آه بين الفيديو يعني مثلا كل خمس دقائق نذاكر خمس دقايق بعد كده فاصل تاني ونرجع خمس دقايق وهكذا تشربوا حاجه تاكلوا حاجه ترجعوا تكملوا المذاكره بتاعتكم علشان بس ما يكونش كتير عليكم اليونيتي uh, آم بتتكلم عن ايه لو كلوب دو ماكلاس كلاس لو دو ماكلاس نادي الفصل لو سون الدرس الاول عباره عن سو بريزونتي سو بريزونتي معناها تقديم النفس بارتي uh, 1 الجزء الاول فوكابولير الكلمات لي نون ماسكولا بنبدا دايما بالنون ماسكولا في اي كتاب في اي حاجه ان كوبا Un ami, un jeu, un professeur, un voisin, un club, un nom, un prénom, un garçon, un cahier, un numéro, un projet, le basket, le tennis, le judo, un sport, un cybercopain, un dessin, un laissant اه تابلو دي كده النوع ماسكولين الكلمات المذكر هنذاكرها كويس ونحفظ معانيها لازم لازم نحفظ معاني الكلمات لازم تدربوا كتير جدا على حفظ معاني الكلمات وتضربوا في البيت على حفظ معاني الكلمات بالاي بالفرنسي يعني تشوفوها بالفرنسي وانتوا تخمنوا المعنى بال بالاغب لان الامتحان طبعا بيجي كله فرنسي عشان تكونوا فاهمين المعنى أه كلمه شيفر بتطلق على الرقم الارقام من زيرو لغايه تسعه اما كلمه نومبر تطلق على رقم من ديس لغايه الى ما لنهاية نهايه دي كانت معلومه يعني ايه عامه كده لينوماسكولا في كلمات مذكر بس بتنتهي ب او لان في طلبه كتير جدا فاكرين كل الكلمات الاخيره او مؤنث لا شوفوا الكلمات دي احفظوها كويس ان ليسي ان كونجي ان فرير ان كاماراد ان ليفر ان اليف ان اون جون ان اج un chiffre, un nombre, un personnage, un père. ce que les calimètres du masculin Les noms les féminins, bal féminin, une ville, une amie, une classe, une palette, une mère, une lycéenne, une rencontre, une cybercopine, une copine, des affaires, une tante, une fille, une adresse, une lettre. وحفظ الكلمات ده يعني ما تحفظوش كل الكلمات مره واحده قسموها احفظوا مثلا الجدول ده النهارده الجدول ده بكره الجدول ده بعد بكره وهكذا لان انا ان شاء الله هنزل لكم حصه كل... كل اسبوع والحصه هتكون فيها درس كامل علشان ما تهوش وسط اليوتيوب وسط الفيديوهات تعرفوا ايه ده وايه ده وايه ده كلمات في مينا مش بتنتهي بال زي كلمه ان ان فوتو ان لوسون ان نحفظهم جدا لازم نحفظهم كويس قوي الكلمات دي Des verbes. La première, je a dans la leçon. Présenter, se présenter, étudier, saluer, trouver, s'appeler, remercier, indiquer. quitter, e demander, entendre, être, avoir, répondre, chatter ou chatter, donner.

وتنطق برضو كلمة شا لو قلنا شات يبقى دي أصلها إنجلش أصلا فدي معناها الدردشة اللي موجودة على الأونلاين والنت أما كلمة شا لو قلنا شا بالنطق كده يبقى معناها إيه قط داكو دي كده كل الفوكابلير اللي عندنا في لوسون أ نذاكرهم كويس جدا جدا ندخل بقى على أول حاجة بقى بارتي دو أوبسيرفي الجزء التاني بقى عندنا الأرقام من صفر إلى خمسين هنقرأ إزاي الأرقام 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. ساز دي ست دي زويت هننطق زد هنا دي وننطق برضو زاد هنا فا نحاول نعمل تكرار للكلمات وراي علشان تتعودوا على النطق صح اونز دوز تريز كاتورز كانز ساز دي سات دي زويت دي فا بقية الأرقام هتبقى سهلة جدا إن شاء الله فانتي أ

بعد كده عندنا 40, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 كده الارقام من صفر الى خمسين نلاحظ ان العدد 1 بيستخدم برضو ايضا امام اسم المذكر زي كلمة أن livre معناه كتاب وبيتغير ل1 لما يكون فيه اسم مؤنث مثلا 1 ترز مقلمة العدد 2 بيش بنطق فيه الإكس. X الا في حاله واحده لو جه بعديها حرف الايه فويال زي الكلمه دي تنطق دو زامي كلمه غوا برضو مش بننطق فيها الاس ولكن اذا جه بعديها حرف متحرك تنطق زد تغوا زامي العدد ست مش بننطق حرف البي وبننطق ايه بقى ست ست على طول العدد ويت مش بننطق هنا في حرف التي اذا جه بعديها حرف ايه ساكن تمام وينطق عادي إذا جاء بعدي حرف إيه متحرك والأشر طبعا مش بيتنطق كلمة فان الجي تي مش بتتنطق لكوه وتنطق التي في حالة واحدة بس إذا جاء بعدي حرف متحرك فان ونلاحظ هنا إن الرقم إيه زي ما قلت لكم موجود مع 21 و 31 و 41 بس والشرطة دي بنحطها بين الأرقام عادي شوازي لابن بونس اختار الإجابة الصحيحة بيقول لي هنا مثلا سانكونت موان فان سانك تيجال آ هتحسبوها وتشوف الإجابة كام بار مثلا فان سانك هنا سانكونت موان كارونت أ تساوي كام مون أ بابا عنده كم سنة كارونت ولا كاتوز ولا سيز ولا 4 ممكن حد يقول لي ده إزاي ممكن يكون حاجة من دول هقولك لأ مثلا أربع أربعتاشر 16 و 4 يعني عمر باباك يكون عنده مثلا أربعتاشر ولا ستاشر ولا أربعة أكيد حاجة كبيرة يبقى كارونت مثلا هنحل الكيستيون دي كده ونكتب الحل بتاعها في الكومنتير داكو اسئله سهله جدا كل عليكم بس هتفتحوا التعليقات وتكتبوا الاجابات بتاعت الاسئله دي مش اكتر من كده اللغه السائده واللغه العاميه لا لونغ كورونت اي لا لونغ فاميليير لا لونغ كورونت لغه الحوار بين عامه الناس بيستخدموا الالفاظ اللي هي رسميه شويه كده مثلا بونجور صباح الخير بونسوار مساء الخير اوفوار الى اللقاء اما لغه الحوار والاصدقاء والكلام ده والعائله دي اسمها لا لونج فاميليير نستخدم الكلمات العاديه بقى زي تشاو سلام ا شوفك بعد كده سالو اهلا او سلام يعني في لغه الحوار اللي اللغه الرسميه يعني ايه بين الناس اللي مش عارفه بعضها او انت بتتكلم مع حد كبير اما لغه الحوار العاديه بين الاصدقاء وبعضهم العائله والكلام ده وكده بنستخدم ايه بقى الكلمات العاميه بعد كده عندنا درس ايه بقى ليكولور الالوان جري او جريز للمؤنث فيغ و فيرت للمؤنث بران برون نوار و نوار برضو عاد بتنطق عادي هي بلو بلو فيولي فيولت هنزود تي او بلان بلانش هنزود اش او جون جون روج روج هي هي روز روز مارون اورانج هم هما هنلاحظ هم كده ان الغوز والمارون والاورون والجون والغوز بيفضلوا زي ما هما في المؤنث والمذكر داكور ما بيتغيروش ابدا السؤال عن اللون الاجابه عليه كال كولور بريفير ايه كال ايه اللون انت بتفضله هتقول جو بريفير لو اختار اي لون كالي كولور بريفيري ايه هو لونك المفضل هتقول ما كولور بريفيري ايه وتختار اي لون بس خلي بالك يعني تختار مثلا ايه وتكتب لو لان كل الالوان مذكر تا كولور بريفيري سي كوا اللون المفضل بتاعك ايه هو يبقى انت عندك هنا ثلاث ايه اسئله كيلي كيل كولور بريفير تو كيلي تا كولور بريفيري تا كولور بريفيري سي كوا احفظ واحده من دول واعرف الباقيين عشان لو جم في الامتحان اسماء الالوان زي ما قلنا بتيجي قبلها لو لان كلها اسماء ايه مذكره ما عدا كلمه اورانج يعني هنحط بقى الابستوف حكو. عندنا هنا بقى تانيس صفات الالوان لو فيمينال زاديكيف دي كولور تؤنس الصفه دايما كده باضافه حرف ال في اخرها نحط لها في الاخر ايه في نهايه الكلمه زي كلمه جري غريز فير فيرت برون تغيير النطق كمان برضو في بعض الحالات الاستثنائيه كلمات فيها حرف ال او بتفضل زي ما هي زي جون جون روج روج روز روز مش بنغيرها ليه لان اخرها في صفات شاذة عند التأنيس شكلها بيتغير زي بلون هنزود اش او فيولي فيوليت في صفات بتبقى كما هي عند التأنيس. ما بتتغيرش أبدا لا جامع ولا مؤنس ولا مذكر ولا أي حاجة أول ما تلاقوا ماغون وأورانج في أي سؤال اختاروها وأنتم مغمضين على طول ليه بقى لأن الأورانج والماغون دول بيفضلوا في أي حاجة زي ما هما بينفعوا مع أي حاجة نخلي بالنا إن اللون بيجي بعد الاسم إزاي؟ أم بونتالون ولا إن جري بونتالون. إحنا بنعملها زي العربي بنطلون رمادي نفس الأمر نجيب بنطلون الأول اللي هي بونتالون وبعد كده رمادي اللي هي جري، إن جيب جريز يبقى اللون بيجي فين قبل الإسم ولا بعده بعد الإسم، كلمة ماغون وكلمة شاتان وكلمة أورانج بتفضل زي ما هي عند التانيث، شاتان اللي هو شبه البني شوية كده، إن بونتالون ماغون، إن جيب ماغون يبقى كلمة شاتان. أول ما نلاقيها في جملة هي وأغانش ومغو اختارها وانت مغمض أو اختاريها وانت مغمضة عندنا هنا بقى اكزامبل ازاي بتيجي الاسئله لو تابلو ايه لو بصينا اللون اللي هي مذكر فندور على اللون مذكر بنعرف ازاي اللون المذكر مش اخره او ولا اس ولا او اس يبقى نختار بلون الي ا آه ان ستيلو ان ستيلو دي كلمه مذكره يبقى ندور على لون مذكر ايه اللون المذكر في دول غوج طب يا مسيو هاني انت قلت ال مع المؤنث ايوه بس احنا قلنا من شويه ان في اصلا الوان اخرها إيه ناسيين ولا ايه بصوا معايا كده جون بيفضل زي ما هو لانه اصلا اساسه فيه او في فيه او برضو ثابت غوز فيه ايه برضو ثابت يحفظوا دي ان الاو بتاعتها ثابته ما ينفعش تتغير ما ينفعش تتشال يبقى غوج ده هو ده اللون المذكر لان ده غلط احنا ضفنا له ايه وده ضفنا له وده ضفنا له ا. لو كي هنا لو مذكر يبقى نختار ايه حاجه مذكر فيغ ممتازين جدا سيتا سيتون فوتو اون فوتو دي حاجه ايه مؤنثه طالما هندور على حاجه مؤنثه نختار حاجه اخرها او إيه زي بلانش جن ا ان عندها استيكه لونها ايه طبعا ان غوم فيمينا يبقى نختار لون فيمينا في نختار غوج لان اخره او ماسور ام لا كولور هنا في كلمه لا وطالما في لا يبقى مؤنث يبقى نختار على اللون نختار اللون المؤنث غريز دكاور عندنا هنا رقم ست غوج سيتون كولور طبعا قلنا من شوية ان الالوان كلها مذكر يبقى تاخد معاها كلمة لو جام كولور مارون كلمة كولور كلمة مؤنثة احفظوها كويس جدا ان كلمة كولور كلمة مؤنثة يبقى ناخد معاها كلمة ايه لا جام لا كولور مارون هنحل بقى الكيستيون دي بقى في الدفوار من اول نف هنا دي 18 ممكن نعمل سكرين شوت للفيديو ونحل الاسئله بتاعته ونكتبها في الكومنتير في التعليقات ده جوج من اول نف لغايه كام دي زبيت. حلو الاسئله دي ان شاء الله وانا هنزل لكم الاجابات باذن الله في الكومنتير بعد كام يوم هشوف بس الناس حلت صح ولا لا وهشوف برضو الاجابات بتاعتكم اذا كانت صح ولا لا آه ناخد بالنا هنا ان كلمه آه مارون وكلمه اورانج ينفع نختارهم دايما وناخد بالنا برضو ان كلمه كولور مؤنثه وجون وغوز وغوج ينفع للمذكر والايه والمؤنث سواء ده او ده وكلمه جري دي لما يكون اخرها اس هي هي اصلا اخرها اس تنفع مع المفرد وتنفع مع الجمع بس لو جت مع جمع المؤنث هتتكتب ازاي جري ونحط لها اس تاني لو جمع مؤنث يعني اكو بعد كده عندنا درس الضمائر التوكيديه الضمائر التوكيديه يعني احنا مثلا كلمه جو معناها انا مو معناها انا طيب ايه مو دي بستخدمها للتاكيد على كلمه جو وكلمه تو ليها ضمير توكيد اسمه توا تسمى الضمائر الصوتيه او الضمائر ايه؟ التوكيديه. بتستخدم للتاكيد على ايه؟ على الفاعل. يبقى عندنا هنا جو الضمير بتاعها هو ايه؟ موا، تو الضمير بتاعها هو ايه؟ توا. يبقى موا معناه انا، توا معناها ايه؟ معناه انت. هنا بيقول لي مثلا جي كانزون. انا عندي 15 سنة. ايه؟ طالما هنا لقيت ايه وجاب لك في النقاط كذا حاجة، وجاب لك في اختيار كذا حاجة، اختار كلمة توا. لأنه هو بيقول لك أنا عندي خمسة سنة وأنت أنا مصري وأنت أنا هشرب قهوة وأنت كده يبقى إيه دي أول ما نشوفها بعدها تختار كلمة إيه؟ توا. الرد طبعاً هيكون إيه؟ موا جي سيزون أنا أنا عندي كم مثلاً؟ ستة سنة. جيم لي مات أنا بحب المات ايه توا إي توا وأنت موان جيم فرونسي بحب الفرونسي. يبقى زي مثلاً الأسئلة اللي عندنا دي جيم فرونسي هنا في كلمة جو وهنا كلمة إيه يبقى على طول نختار كلمة مين؟ توا معناها وأنت إي توا. آية إيه؟ نو إحنا يبقى موا ولا توا لازم موا لأن آية وأنا إحنا تو هنا في كلمة تو يبقى كلمة مين توا ما ينفعش أختار موا ليه لأن هنا في كلمة تو لو لقيت تو يبقى توا على طول توا أنت أنت عندك كم سنة تو نفس الأمر برضو إيه توا جي أحمد إيه ها إيه توا ممتازين جدا لأن أول ما أشوف كلمة إيه نختار كلمة مين توا دكوغ نميرو سيس تو ايه فرونسي هنا في كلمة تو يبقى نختار ايه سامح حد بيقول توا برافو هنا بقى في كلمة جو يبقى نختار ايه ايوا نختار كلمة موا نحل بقى الأسئلة دي من ويت لغاية كانز في الدفوار هشوف انت هتحله صح ولا نو عادي اكتبوا الحل في الكومنتير في التعليقات وانا ان شاء الله هشوف الحل بتاعكم هقول اذا كان صح ولا غلط ولو في حد عنده اي استفسار يكتب لي في الكومنتير بتاعة اليوتيوب تحت الفيديو على طول يكتب لي الاستفسار اللي هو عايزه وانا ان شاء الله هرد عليه اول ما اخلص شغل على طول بعد كده عندنا هنا سو بريزونتي اللي هو تقديم النفس عشان نقدم نفسنا بنستخدم الآتي للحديث عن الاسم بنستخدم فيرب إتر أو فيرب سابلي إتر أو سابلي إزاي (je m’appelle) مثلاً إيه سامح (je m’appelle) هاني (je m’appelle) أحمد (je m’appelle) منى (je m’appelle) سارة يبقى كلمة (je m’appelle) أنا كده بقدم نفسي ممكن نقول حاجة تانية (je suis) (je suis) مثلاً أحمد (je suis) هاني (je suis) سارة هكذا يبقى (je m’appelle) أو إيه أو (je suis) او ممكن نقول موا مع كلمة سي عادي برضو موا انا سي ونقول اسمنا احنا موا سي سامح موا سي هاني موا سي سارة وهكذا دكو اهم حاجة بقى اللي هما الفعلين نفسهم فيرب سابلي و فيرب اتر بيتنطق ازاي فيرب سابلي Je m'appelle لازم نحفظه كويس جدا جدا Je m'appelle تو ال ال ان نو نو زابلون فو فو زابلي ال ال سابل وناخد بالنا ان الـ دي مش بتتنطق خالص في أي فيرب وخلي بالكم حاجة تانية في دوبل هنا وهنا وهنا وهنا. ولكن مع النو والفو مفيش دوبل ال. عشان النطق بس يعني. Je m'appelle, tu t'appelle, il قال, on s'appelle, nous nous appelons. Vous vous appelez, il s'appelle. ندخل بقى على فيرب وده أهم فيرب في الْفَرَنْسِيِّ كله. Je suis أنا أكون. tu es. في هنا نقطة عشان بس ما تفتكروش إن هي ال. تو انت تكون الي هو يكون الي هي تكون نو نحن نكون فوزت انتم تكونوا ال سون هم يكونوا ال هم يكونوا وهنا برضو في كلمه اون بتيجي برضو مع ايه اوني نحن نكون يبقى عندنا فعلين مهمين جدا فيرب سابلي يسمى فيرب اتر يعني يكون الافعال برضه الهامه الثانيه فيرب ايمي نستخدمه كتير جدا برضه علشان علشان نعمل ايه علشان نقول حاجه احنا بنحبها او حاجه احنا مش بنحبها في طريقه النفي بتاعها يبقى فيرب ايمي يحب جيم احب توام انت تحب الام إلم وأنم هو يحب وهي تحب ونحن نحب نوزيمو نحن نحب فوزيمي انتم تحبون الزم والزم هم يحبوا وهم يحبون للبنات يبقى فيرب ايمي برضه فيرب مهم بنستخدمه عشان نعبر عن الميول بتاعتنا اذا كان في حاجه بنحبها او لا طب ازاي نقول انا مش بحبها بدل كلمه جيم هنقول ايه جو نام با جو نيم با انا لا احب جيم لون واخ احب اللون الاسود الحديث عن محل الاقامه والسكن بتاعنا احنا ساكنين فين نستخدم فيرب ايه ابي تي ما تنطقوش الاش يتنطق ازاي خلي بالكم لازم نعمل جي ابوستروف مع اي فيرب يبدا بحرف فيل لازم جي أبوستوف. جابيت تو هابيت إلى بيت إلى بيت أون زابيتون فو زابيتي فوز زابيت إلزابيت وإلزابيت. أي فيرب بيبدأ بحرف فويال لازم ننطق نوز فوز إلز إلز. لازم دي حاجة أساسية. وده فيرب مجموعة أولى لازم نحفظه كده. خلي بالكم من تصريف الأفعال دي شبه بعض. إزاي بقى يا مسيو هاني؟ بصوا كده على فيرب إيمي آخره أو إر وأبيتي أخر أو أغ, أغ. هنحذف الحرفين دول.

زي ما اتفقنا ننطق نوز فوز إلز ألز لازم عشان خاطر في فايل بعدها ده فعل يملك مثلا أقول جي كان زو عندي 15 سنة لازم تحفظ ولازم تحفظي كلمة جي عشان لما تيجي تعملي جملة بعد كده وتيجي تعمل جملة بعد كده تعرف يعني إيه عندي جي عندي يعني إيه ها جي عندي يعني إيه جي طب يعني أسكن جبيت أسكن جبيت أسكن جبيت طب يعني أحب جم أحب جم طب يعني ايه مثلا اسمي جيم ابل جيم طيب طب يعني ايه اكون جسوي جسوي احفظوا الحاجات دي يا شباب والله مهم عشان تقدر تكون جمله يبقى كلمه اكون اكون اسمها ايه ايوه جسوي ممتازين جدا طب كلمه عندي اسمها ايه ايوه جي برافو طب كلمه اسكن ايوه جابيت تريبيان طب كلمه احب برافو جيم طب كلمة اسمي أو أسامة جو مابل احفظوها مهمة جدا الحاجات دي عشان تقدروا تعملوا جمل بعد كده لو حافظين الكلمات دي جو سوي وجي وجابيت وجام وجو مابل خلاص على كده الدنيا هتبقى سهلة والله عليكم ما تقلقوش يعني اه ازاي نسأل عن العمر ونجاوب عليه كيلاج أو كيلاج تويا تويا كيلاج كيلاج تو جي سيزون كل دي طرق انت بتحفظ منهم طريقة وانت بتحفظ طريقة بس بتكون عارف الباقيين يعني كلاج تيا عندك كم سنة تيا كلاج عندك كم سنة تو عندك كم سنة جي سيزون إتو أنا عندي ستة عشر سنة وينتا إتو دي اللي هي السؤال يعني الرد عليها يكون إيه جي كذا من اج ممكن نكتبش مون اج ممكن نكتب برضو جي برضو عادي ممكن نقول موا سي أنا برضو نفس الأمر عندي كذا موا يعني عندي أنا موا يعني أنا جي يعني عندي واكتب السن بتاعي احفظوا مثلا الجملة دي جي و او وكل واحد يكتب العمر بتاعه طيب هنا بيقول لي سؤال عن عمر شخص تاني مش انت كلاج تومبير ا باباك عنده كم سنه تومبير بير ا كلاج باباك عنده كم سنه كلاج ا تومبير بير باباك عنده كم سنه يبقى ممكن نغير كلمة تومبير بير ونحط مكانها أي حد تاني تا مامتك تا أختك توم فرير أخوك للإجابة بقى لو ولد نقول إلى مثلا ايه 46 ممكن ممكن نقول سوناج إيه 46 سيزون يعني بس يعني احفظوا الى تبقى سهله شويه للطالب الذكي بقى ويعني وعايز زياده كمان بيحفظ الجملتين يعني عشان ممكن ننسى دي فيستخدم دي الى إيه طب لو بنوته نقول ايه نقول إيه هي عندها ونقول العمر بتاعها بس ما ننساش كلمه اون كلمه اون لازم تتحط في الاخر دكو اه شوازي لابون ريبونس اختر الإجابة الصحيحة هنا جو بيجي مع إي لازم نكون حافظين الأفعال طبعا اه جو فرونسي أنا فرنسي يبقى أنا أكون جو سوي جو لا لكتور إي اللي بيتصرف مع جو هنا إم لأن جو بيجي معها أو إي بتيجي مع مين مع ج جي أن ستيلو بلو إم لو هتكون مع مين هنا ما ينفعش جو دي لأن هنا في حرف إيه ويال. يبقى لازم جي أبوستروف ج او اسكن في القاهره جابيت لي اخترنا ابيت يا مسيو هاني عشان فيها او والج بيجي معها او جو ما برضه نختار ابل ليه مسيو هاني عشان ال او والج بيجي معها او جو ابل سامح طبعا برضه جو ال روان او غوان ال سابيل اللي اخترنا سابيل دي يا مسيو هاني عشان فيها او والج والال والال والام والال والال بياخدوا او مع المجموعه الاولى هنحل بقى باقي الكومنت باقي الكيستيون دي من ديس لغايه ديزويت ونبعتها في الكومنتير بالتعليقات معلش انا عارف ان الواجب ممكن يكون شويه تيل عليكم او كتير عليكم بس حلوا اللي تقدروا عليه اي حلو تقدروا عليه ان شاء الله وانا هحل بقى انا هصحح الضباع بتاعكم باذن الله اول ما اكون فاضي على طول الاستفهام لانتروجاسيون عندنا ثلاث كلمات استفهام في الدرس الاول مهمين جدا كلمه كومون كلمه او كلمه كل ولازم تكون حافظ لازم تكونوا حافظين معنى كلمات الاستفهام عشان تقدروا تترجموا الجمل صح كلمة كومو بنستخدمها للسؤال عن الاسم السؤال عن الاسم للجمع او بصيغه الاحترام السؤال عن الحال تمام او السؤال عن الحال للجمع بصيغه الاحترام وفي حالة تانية لسه ناخدها بعد كده جمع ده واحدة تتكلم عن نفسها نسألها نقول لها ايه كومون تابل تو كومون تو تابل كومون اسك تو تابيل تو تابيل كومون كل الاسئله دي صح اختار واحده منها واحفظوها كومون تابيل مثلا او كومون تو تابيل مثلا احفظوا واحده منها اسمك ايه او انت اسمك ايه طيب لما احب اسال واحد كبير للاحترام يعني عن يعني اسمه كومون فو زابلي فو كومون فو فو زابلي فو فو زابلي كومون كومون اسك فو زابلي كل دي اسئله حضرتك اسمك ايه او انتوا اسمكم ايه السؤال عن الحال مثلا احنا بالاجابه بنقول جو في بيان انا كويس جو في مال انا مش كويس سافا بيا تمام سافا مال مش تمام السؤال هو كومون فا تو كيف حالك تو فا كومون كيف حالك كومون اسك تو فا كومون سافا كل دي اسئله كلكم عارفين طبعا كومون صباح لما نسال حد كبير بقى بصيغه الاحترام او الجامع نقول ايه كومون تاليفو كومون سافا كومون اس فوزالي فو زالي, فو زالي كومون كل دي اسئله برضو بنسال بيها عن ايه عن الحال يبقى كلمه كومون معناها كيف دي اهم حاجه ناخدها دلوقتي او اين بتسال عن ايه عن مكان قبله ايه حرف جر جابيت او كير اسكن في القاهره يبقى انت ساكن فين او ابيتو او حضرتك ساكن فين او ابيتي فو ممكن نقول بطريقه تانية او اسك تو ابيت او اسك فو تو ابيت او فوزابيتي احفظوا اي طريقه منهم يا شباب عشان تكونوا عارفين مش لازم طبعا تحفظوا الطرق كلها ممكن الطالب يعني اللي عنده قدرات كويسه مثلا في الحفظ او كده يحفظ كل الطرق عادي اما يعني عشان تختصروا الوقت والناس بتحب تنجز بسرعه ممكن نحفظ طريقه او منهم كلمه كل كل دي مهمه جدا 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 عشان طالبك كتير فيها معناها ما او اي وعندنا اربع اشكال في منهم شكلين دلوقتي اللي هو الكل ده بتاع المذكر وكل دي بتاع المؤنث يعني لما اكون بتكلم عن حاجه مذكر نختار كل اللي فيها ال اخرها ولما اكون بتكلم عن حاجه مؤنث نختار اللي اخرها او أه. مثلا جي سيزان عندي 16 سنه كلاج تويا ليه اخترت كل دي عشان اج مذكر تويا كلاج كيلاج تو طيب هنا بيتكلم عن جيم لو احب اللون الاخضر اللون ده كلمه اصلا مؤنثه اللي هي كلمه كولور هنختار معاها كلمه كل دي اللي فيها او أه. ليه يا مسيو هاني عشان كولور مؤنث كل كولور تو كيل كولوغ ام تو تو ام كيل كولور وكال لما يجي بعديها فيرب اتر وبعد كده اسم بيكون معناها ما مثلا ايل سابيل الي يبقى كيلي لو نو دو تون فيغير ما هو اسم اخوك كارما ابيت سان كوري دو لاغار كارما عايشه في خمسة شارع المحطه كيلي لادريس دو كارما ايه هو العنوان بتاع كارما طب ليه كتبت كيل دي يا مسيو عشان أدغس مؤنثه طب ليه كتبت كل دي هنا عشان كلمة نو no مذكر يبقى ناخد بالنا ان كل دي للمذكر وكل دي للمؤنث معناهم ما او اي لما يجي بعديهم فيرب اتر معناهم ما لو ما جاش فيرب اتر معناهم اي يعني شرح بسيط جدا اهو عشان تكونوا فاهمين اكتبوا برضو الملاحظات دي عندكم ازاي نحل اسئله الكيستيون والانتروجاسيون تو تابيل كومون اول ما اشوف كلمه حاجه فيها ابيل على طول اعرف ان هي كومون تو تابيل توم بير آ اج اج قلنا مذكر يبقى ناخد كيل دي ايه لادريس دو مجدي ادريس مؤنثه يبقى ناخد كيل ما هو عنوان مجدي تون كمغد ابيت صديقك ساكن اكيد ساكن فين فين يعني ايه او إل سابيل في كلمه أبل يبقى نختار طبعا كلمه مين على طول كومون لا كوبين دو غانا سابيل هنا في كلمه أبل زي ما اتفقنا نختار برضو كلمه كومون تو ابيت ساكن الساكن طبعا بيدل على المكان يبقى عايزين نسال بو اين باين يبقى او او تو ابيت إيه تون نو هنا كلمه نو مذكر عايز اقول ما هو اسمك يبقى كالدي. فو زابلي في فيرب ابلي يبقى نختار من كومون هنحل بقى من اول ديس لغايه ديزويت في الكومنتير في الدوار ونبعتها في الكومنتير في التعليقات بارتي تو وا المواقف بقى ازاي بنرد على الموقف في افعال طبعا مهمه للسؤال عن المواقف وتحفظوها كويس عشان ايه تقدروا تفهموا الموقف انا طبعا معود الطلب عندي ان هم يترجموا الموقف ترجمه صحيحه علشان يقدروا يجاوبوا اجابة ايه صحيحه فانت لازم تترجم ولازم تفهم المضمون العام وتفهم المعنى بتاع الجمله عشان تقدر ايه تجاوب عليها كويس تو أو دوموند اول ما تشوفها معناها ان انت بتسال تسالو يعني إنت بتحيي، تبريزونت يعني إنت بتقدم شخص، تدي إنت تقول طب تو تبريزونت هنا في كلمة تو زادت هنا يبقى إنت بتقدم نفسك إنت تتكلم عن نفسك بس، تو تكسكوز إنت بتعتذر، تو روميسي بتشكر، إلدي هو يقول بروندر كونجي مهمة بتودع حد عشان تقول له مثلا مع السلامة، توديكري بتوصف، تو انفورم بتخبر، بور معناه لكي. لازم نحفظ دول يا شباب معذره لازم نحفظهم مهمين جدا والله وهيجوا مع التدريب تدو موند ان كماغد سو بنعمل ايه بقى بنقرا السؤال ونفهمه انت بتسال صديقك عن اسمه كيسك تو ماذا انت تقول كومون تو تابيل او كليتون نو تو دو موند ان كامارات دي انت بتسال زميلك عن اسمه هو يقول ايه خلي بالكم من كلمه ايل هو وكلمه تو انت هنشوف مين اللي بيجاوب ومين ايه اللي بيسال هيقول لك مثلا جو مابيل جون جي جو سوي جون موا سي جون انت تسال صديقك عن عنوانه كاسكو تي دي تقول له ايه او تو ابيت كيلي تون أدرس؟ صديقك بيسالك عن عنوانك هو يقول ايه انت تقول ايه انا ساكن مثلا جابيت بارين جابيت دو لاغار بتقول اسم العنوان بتاعك تو دو موند تو دو سا كولور بريفيري كيس تو دي بتسال صديقك بتسال صديقك عن لونه المفضل انت تقول كيل كولور تو او كيل تا كولور بريفيري تو دو بتسال تو نامي صديقك سا كولور بريفيري لون المفضل كيس كيل دي هو يقول ايه هيرد عليك جيم لو روج او لو روج سي ما كولور بريفيري بور دو موندي ا كوبان سوناج بتسال صديقك عن عمره كيس تو دي تقول له ايه Quel âge تويا as Quel est ton âge Aujourd'hui, saison et كل دي إجابات صحيحه تنمي صديقك سانفور مسيو توناج بيستعلم عن euh, عمرك كيفك تقول له ايه هترد عليه جي سيزون او موناج سي سيزون تو remercie تشكر صديقك كيفك تقول له ميرسي تي جونتي انت لطيف او جي تو ريميرسي بور تون كادو اشكرك على هديتك تي تيك سكيوز اتهنمي بتعتذر لصديقك كيفك تقول له إيه؟؟ ديزولي او باردون ديزولي اسف جي ان كونترول عندي امتحان باردون جي رونديفو عندي معت فدي انواع مختلفة وردود مختلفة على الايه؟ على اسئلة السيتواسيون. داكو؟ بعد كده الجزء الاخير عندنا هنا اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الميل. الايميلات ازاي بنكتبها؟ بيجي لنا ايميل بالطريقة اللي موجودة قدامنا دي على الجنب ده. بيقول لي هنا مثلا ساليو. انت مطلوب منك تقول له ايه؟ نفس التحية. ساليو. تو كلاج بيسألك سؤال فإنت بترد عندك كام سنة هتقول له جاي سيزون كل واحد طبعا بيبقى حافظ عمره تو بيت أو ساكن فين ترد عليه تقول له جابيت مثلا أ باري كومون سابيل تون فوازان دو كارتي اسم جارك ايه هتقول مثلا إل سابيل جون طب واحد ي نسي يكتب الجملة دي وكتب جون على طول تتحس بصح ولا لأ اه تتحس بصح هنا قال لي تشاو نقول تشاو سلام سلام طريقة تانية مثلا أو إيميل تاني سالو هنرد نقول سالو سافا أنت كويس وي سافا بيان أيوه كويس ممكن واحد يكتب سافا بس كويس عادي كيل تو إم أنت أي لون بتحبه جام لو طب أنت نسيت كده تكتب كلمة جام وكتبت اللون على طول مش مشكلة بس الأفضل يعني الأفضل الأفضل نكتب جمل كاملة أنا بحب جدا الطالب بيكتب جمل كاملة بحس إن الطالب ده فاهم والله مش حافظ بس إيه كال كولور تو ديتيست؟ إيه اللون إنت تكرهه؟ هتقول أنا <unintelligible> أكره ديتيست <unintelligible> مثلا الأصفر، تشاو تشاو، سالو نفس الأمر سالو، تو تابيل كومون اسمك إيه؟ جو مسابيل بيار، تويا كي الأج عندك كم سنة؟ جي كانزون، عن. عندك 15 سنة، كومون اي تو؟ جو سوي تيميد، إنت عامل إزاي أو إنت وصفك إيه؟ هتقول جو سوي تيميد أنا مثلا خجول، تشاو تشاو. سلام سلام السوجي المواضيع بقى تتكتب ازاي بيقول لي مثلا هنا بريزونت توا قدم نفسك اتي كوبا لزملائك دو كلاس الفصل هتتكلم عن النوم الاسم هتتكلم عن الاج العمر وتتكلم عن, عن الادريس العنوان هنقول مثلا ايه اول حاجه اسمك ايه جيمابيل وكل واحد يكتب مثلا ايه اي اسم يخطر على باله وخلاص جيمابيل مثلا ميدو جي سيزون جابيت ا باري يبقى كده اتكلمنا عن الاسم وكلمنا عن العمر وكلمنا عن ايه السكن ممكن تزود حاجه بتحب ايه ومش بتحب ايه جيم لغوش حطها دايما في الجمل بتاعت التقديمات يعني حط جيم لوج جمله احفظ جمله وحطها كده كويسه انت بس انت حاجه بتحبها بجد يعني جون مش بحب وجيب حاجه مش بتحبها مثلا لا موزيك الموسيقى ده كده ايه الموضوع بتاعنا ان انت ازاي تقدم نفسك لزملائك بتتكلم عن اسمك وعمرك وعنوانك دو سي النو والآج والادرس إن في هنا لك صديقين بيقدموا نفسهم اونلاين يتكلموا عن الاسم والعمر والادرس ميدو مثلا سالو جو مابيل ميدو جي سيزون جابيت أتونتا ميزو هي هي نفس الجمل مو سي ميزو بس هنغير بس إيه الأسماء جي كانزو مثلا جابيت أوكي بيغير السكن انشانتي ميدو يعني تشرفت بك يا ميلو دي كده ده كده تدريب على إن إزاي تكتب الموضوع أهم ثلاث جمل في كتابة الموضوع يا جماعة اللي هي إيه؟ جابيت وجي مابيل دول مهمين جدا جدا ممكن تزود عليهم جام وجونامبا داكوغ؟ هنا ده بقى عبارة عن إكزرسيس فاغيير أسئلة منوعة على الدرس كله آه لو حابين إن أنا أعمل آه مثلا بعد كل درس فيديو فيديو كده خاص بالأسئلة بالتدريب على الدرس كله إبعتولي في الكومنتير. لو انت لو كتير جدا بعت في الكومنتات وطالب الموضوع ده خلاص ان شاء الله هعمل كده، هعمل ايه بقى؟ هشرح درس وهعمل فيديو مخصوص لحل التدريبات على الدرس ده، يعني احنا النهارده الحمد لله خلصنا الدرس الاول كله، الترم الاول عباره عن ست دروس، أخذنا منهم درس النهارده، هيتبقى كام درس؟ خمس دروس، لو انتوا حابين اعمل لكم الحصه الجايه تدريبات على الدرس الاول ابعتولي في الكومنتيغ في التعليقات، انا بحب جدا مشاركه الطلاب. بحب اشوف بيفكروا ازاي بيتكلموا ازاي احب اسمع راي كل واحد ما بحبش الناس البخيله ها في ناس بخيله جدا جدا يعني ايه بخيله بقى يعني بتكسل تدوس مثلا لايك like, تكسل تدوس مثلا تعليق كده معين يعني حتى دعوه حتى بسيطه ولا اي حاجه يعني تمام <تصفحة> <تصفحة> او ممكن اي حد عنده استفسار يكتب ما تكسفوش يا جماعه او ما تهرجوش او ما تكسلوش يعني لو في اي حاجه عندنا في وقفه معانا نكتب في الكومنتات انا هسيب الموضوع ده ليكم مش هحل تدريبات دلوقتي هشوف الموضوع ده اذا كنتوا انتم موافقين ان انا اعمل تدريبات لي على كل درس ولا لا لو ما كتبتوش بان انتوا عايزين تدريبات هدخل في الدرس الثاني ايه على طول ان شاء الله فانا منتظر ارائكم منتظر تشجيعكم منتظر ان انتوا تعملوا شير للفيديو ده وتوصلوا لكل زميلكم عشان ايه زي ما اتفقت معاكم ان شاء الله هكمل معاكم كل الدروس لان كل الدروس ان شاء الله انا بجهزها بدري بدري وهنزل كل اسبوع ان شاء الله ايه حصه تمام تابعوني دايما ان شاء الله كل اسبوع هيكون في حصه لل... للفرنسي ولو في اي استفسار زي ما قلت لكم عندنا ممكن تبعتوا على الفيسبوك باسم هاني عياش ممكن تبعتوا لي على ال... على ال... في الكومنتات في التعليقات على اليوتيوب انا هرد عليكم ان شاء الله داكور كان معكم مسيو هاني عياش من قناه تعلم اللغه الفرنسيه على اليوتيوب ما ننساش نعمل شير لل... للفيديو ونوديه نو... لكل زمايلنا عشان يشوفوا طريقه الشرح والنطق الصح ويتعلموا منه كان معكم مسيو هاني عياش اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع تشاو